قد ضل المرء منها إن في القرآن للعاني شفاء كفانا العيش في داج الظلم وكفى الأمة ما عاشت حياة الغرباء حياة الغرباء يا رموز الطب والقرآن في قصر الإمارات اجتمع فلنحلق في الفضاء ولنخوض بحر التجارب وجميع العلم في القرآن فاجعل عينك اليوم حديد عينك اليوم حديد في الفضاء والأرض والأنفس ما يدهش والأدهش في الأحشاء تكوين الوليد تكوين الوليد فلنمجد ربنا ولننزه ربنا جل ذاتا وصفاتا جل في أسمائه الحسنى هو الأقدر والأكمل عن نقص